لا ترى ولا تسمع، أو بالأحرى لا تريد أن ترى ولا تريد أن تسمع، ولا يهمها سوى حماية بعضها البعض من خلال تنصيب رئيس يحميها من المحاسبة. طبعا رد الشعب سبق هذا الاستفزاز الأول والاستفزاز الثاني. الأول هو إعلان قائمة 5 مرشحين، والثاني هو تعنيف القضاة في دار القضاء. الجزائريون ردوا من قبل، سيردون ومصير هذه الجماعة أنها تستسلم، مصيرها أنها تبحث عن التفاوض ولم تجد. مش مرة ومش اثنين ومش ثلاثة، يعني ديجا في مع زروال، ديجا في مع بوتفليقة، كل الأربعة ودات أربعة هذه، وكانت الخامسة أيضا ذاهبة في هذا الاتجاه. وهي مرة أخرى السلطة الفعلية لديسيدور كما سماهم المرحوم المغدور بوضياف، أو حتى أقول الحنوشة كما تنتشر الآن الفكرة، هؤلاء يريدون أن يقولوا بأن حتى الأحزاب التابعة لهم والخاضعة لهم والتي تتلقى التليفون، لأن نحن نعرف قضاة التليفون لكن كأحزاب تليفون أيضا، حتى هؤلاء لا يسمحون لهم، لا يعطونهم شرف أن يكون الرئيس يكون تحزب من هذه الأحزاب. في نظرة دونية لكل ما هو مدني، حتى ذلك المدني التابع الخاضع. اليوم ضرب القضاة هذا هو إشارة أساسية في هذا المجال. القضاة مدنيون بطبيعة الحال، فضربهم وين هما اللي كثير من القضاة اللي ضربوا اليوم أو كانوا موجودين، هم كانوا يعتقدون نفسهم أنهم رباب البلاد، هما أيضا مشاركين في فإذا بدرك، وكثير من الحالات في سن أبنائهم إذا مش في سن أحفادهم يجوا يضربوهم بالمنظور. لماذا؟ لأنه باختصار بسيط، وانت ذكرت قلت بأن شاهد الجزائريون في التواصل الاجتماعي على قناة المغاربية ما قاله قايد صالح الفويا لي جيسكو، والآخر يقول له ميرسي ميل فوا في يوم نوفمبر.